الإكزام بتاعنا اللي هنراجعه النهاردة إن شاء الله أنتوا أوريدي طابعينه بيبر 43 ماي جون 19 يبقى قدامك الورق أو جنبك تمام كده سواء مطبوع أو يكون في نوتس أنت مشتريها وتكون جاهزة معاك. هناخد أول سؤال نبتدي مع بعض. Bacteria are classified in the prokaryote kingdom. Bacteria are classified in the prokaryote kingdom. State two features of animal cells that are not found in bacteria. حابب كل واحد هيشارك ويجاوب معايا. يا ريت المايك يبقى مظبوط لينا كلنا. أنا هكتب دلوقتي. نبتدي مثلا say ممكن أسامة تفضل يا أسامة ممكن نقول إيه لو بسيط كده على الرسمة الجاية دي قدامك البكتيريا موجودة are classified in non-nucleus تمام نقدر نقول إيه كمان لو بسيط كده دي تعتبر animal cell يبقى state two features of animal cells that are not found in bacteria يبقى هنتكلم عن animal cells هيبقى عندها has nucleus صح كده؟ nucleus تمام يبقى احنا لو هنتكلم عن animal cells نقول has nucleus طيب ايه كمان بالاضافه للنيوكليوس؟ مثلا عندها ميتوكوندريا ميتوكوندريا تمام وغير الميتوكوندريا طبعا اورجانيلز صح كده؟ اورجانيلز لكن بكتيريا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش اورجانيلز اكسبت رايبوسومز اكسبت ايه؟ رايبوسومز انا قلت عشان كده ليه؟ يعني مثلا عندها ميتوكوندريا والبكتيريا ما عندهاش ميتوكوندريا تمام وممكن اي نقطه ثانيه يعني ممكن اي اورجانيل يذكر من السيتوبلازم الموجود يعني ذكر مثلا راف اندوبلازم كريتيكولوم صح كده راف اندوبلازم كريتيكولوم كل الدوتد لاينز دي تعتبر اندوبلازم كريتيكولوم من النوع الرف من النوع ايه الرف اللي قدامنا دي راف اندوبلازم كريتيكولوم ممكن يتكتب كمان اندوبلازم كريتيكولوم فقط ممكن يتكتب ايه كمان ميتوكوندريا ممكن جولجي بادي بس مش عليك جولجي بادي في السيلابس فما تتذكرش. طيب تعالوا بينا نشوف. ادي الانسر الموجوده في المارك سكيم. نيوكليوس ميتوكوندريا راف اندوبلازم كريتيكولوم او اندوبلازم كريتيكولوم بس تنفع واني فاليد بوينت اي حاجه تخطر على بالك صح طالما موجوده في الاستراكشر الموجود ده في دماغك طبعا هي مش هيجيبوا لك في الاكزام كده. طيب ممكن نقدر نقول features of animal cells تقول البوزيتيف فاليوز الحاجات الموجوده يعني ما تقولش مثلا في الانيمال سيلز نو بلازمد ما تنفعش تبقى valid point يعني كده تقول الحاجه البوزيتيف اللي تمتلكها فعلا الانيمال سيلز ومش موجوده ما فيش سيميلاريتي بينها ما بين البكتيريال سيل في الحاجه دي اوكي طيب سؤال بسيط في classification عرفنا الكينجدم بروكاريوتس ايه كاركترستيك فيتشرز واهم كاركترستيكس البروكاريوتس نو نيوكليوس ان بكتيريا ان بروكاريوت دي اهم ايه كاركتر ناخد كده الليتر اللي بعديه بعد اسامه عندنا ممكن نقول ابرار اي ابرار ذا بكتيريوم باسيلس ميجيتيريوم ووز جرون ان لابوراتوري فيرمنتر ده يعتبر فيرمنتر بالرغم انه سامبل عن اللي احنا شفناه قبل كده لكنه ده فيرمنتر عباره عن فلاسك وفي بنك وفي دليفري تيوب وفي اير لوك يعني كده وفي كمان ماجنتيك ستيرر حاجه بتعمل فايبريشن طول الوقت ماجنتيك ستيرر بدل ما انا اعمل ستيرنج بايديا المفروض الديفايس ده بياخد له كذا ساعه عقبال ما يعمل فيرمنتيشن فانا مش هقعد اصاده انا احطه على الديفايس واسيبه واشوف شغل تاني فده ماجنتيك اي ستيرر طبعا الميديم الموجوده بكتيريا وسورس اوف نيتروجين اند جلوكوز وفي سترايل اير داخل في سترايل اير طالما سترايل اير وفي بكتيريا يبقى البكتيريا دي ايه يا ابرار
طالما في ستيرايل اير وفي بكتيريا، يبقى البكتيريا دي نوعها ايروبيك ولا ان ايروبيك؟ ايروبيك. ايروبيك، تمام، عظيم. تعالي بينا شوف هو هيسألنا على ايه. Explain why source of nitrogen and glucose were added to the fermenter. ليه حطيتي هنا source of nitrogen and glucose؟ بالنسبة للنيتروجين needed for bacteria for what؟ To create ammonium acid. Ammonium acid. Amino acid صح كده؟ Amino acid صح. تمام، formation of amino acids. يبقى نقدر البكتيريا use nitrogen to form amino acids. طب من الامينو acids اقدر اعمل ايه؟ To make protein. Make protein. تمام، to make proteins. To make amino acids that is needed to form protein. Synthesize protein. عظيم. طيب بالنسبة للجلوكوز؟ To feed the bacteria. مرة تانية. To feed the bacteria. To feed. Feed دي كلمة يعني شوية unqualified. لأن عاوز حاجة specific. جلوكوز وبكتيريا سل. جلوكوز وانيمال سل. جلوكوز وهيومان سل. إيه لازمة الجلوكوز؟ Energy for the bacteria. تمام. Energy. Release energy. أو source of A. Energy. Source of energy for bacteria. يبقى نقدر نقول يا أولاد النيتروجين. Needed طبعا النيتروجين داخل في structures كتيرة. استنى اشغل التابلت لحظة واحدة. طبعا N needed for amino acids. تبقى فاكر الامينو acid structure عبارة عن E. انا هرسمه هنا. طبعا الامينو acid structure ادي C تمام كده، وهنا H، وهنا H او R مش تفرق معايا، وهنا طبعا هنا في بوند C دبل بوند O، وهنا OH دي كاربوكسيليك اسيد جروب صح كده، وهنا الامينو جروب اهي NH2. يبقى ظهرت الN اللي ظهرت دي، يبقى النيتروجين needed for formation amino acids that needed to make protein. Glucose source of energy respired by cells to release energy صح كده؟ respired to release energy. طيب الامينو اسيد دي لما يحصل لها كوندنسيشن تطلع ايه؟ بروتين. تطلع بروتين زي ما اتفقنا. نشوف كده، هو نيتروجين ميكينج امينو اسيدز ميكينج بروتينز، وجلوكوز سورس اوف انرجي. تمام، طبعا ده ديورينج ايه؟ ديورينج ريسبيريشن. ديورينج ريسبيريشن. لو بصينا كده مع بعض، suggest why it is important to stir the contents of the fermenter continuously. ليه انت بتعملي السير؟ ليه محتاجين السير ده؟ بعد ابرار ممكن نختار حبيبه. اتفضلي يا حبيبه. تمام، كويس. ستيرنج دايما، ستيرنج ممكن تو ديزولف. انت احنا في البيت لما بنيجي نعمل شاي او كوفي او حاجه بنعمل ستير ده عشان ميكس، عشان يبقى هوموجينس صح كده. طيب نشوف خطوه بخطوه. نفتكر كده كان الفرمنتر اللي هو السمبل اللاب فرمنتر غير الاندستري فرمنتر. ده اندستري، ده لارج سكيل اندستري زي كده، ده هيوج فيسل بيتحط في الفارماسيوتيكال كومباني اللي هي بتعمل برودكتس خاصه بالبايوتكنولوجي. فالفرمنتر ده احنا خدناه قبل كده بالديزاين بتاعه وشفنا انيميشن بتاعه. طبعا البديل للماجنتيك ستيرر لا، في موتور. الموتور ده فيرتيكال موتور وليه اكسس وليه فانز، والفانز دي بتعمل او بدل بتعمل ميكس او ستير كونتينيوسلي. يبقى الديزاين ده هو اللي بيعمل ايه؟ ستيرنج. دلوقتي ايه لازمه الستيرنج أو الستيرر؟ to keep the microorganisms and nutrients and temperature evenly distributed. كل حاجة evenly distributed. المايكروorganisms لو أنت حتى بكتيريا، لو أنت حتى فنجس، وفي nutrients زي source of nitrogen وsource of glucose اللي شفناها في الفرمنتر السابق، والtemperature كمان evenly distributed. كما أنه بيعمل إيه؟
في سترايل اير اللي داخل ده يعمل ميكس ويعمل ديستريبيوشن ايفن ديستريبيوشن اوف اوكسجين اوف اي اوكسجين لان البكتيريا دي ايروبيك نيد اوكسجين فور ريسبيريشن صح كده ايروبيك اي بكتيريا. طيب طبعا في طبعا كاركتر تانية على فكرة انا لما براجع مش بحل سؤال فقط او هتلاحظوا مش بحل الاكزام فقط بحل كل حاجة ريليتد للتوبيك بمعنى انت مش محتاج اكتر تحل مينيمم اكزامز وتغطي كورس بتاعك كريفيجن ده يساعدك انك يبقى عندك افيلبل تايم تحل بنفسك كتير وفنشت خلاص كل الشابترز. انت في ناس بتفكر انها تحل مثلا من امتحانات اللي هي السابقه سي مثلا من 2020 لغايه 2001 لا العقل بيقولش كده العقل مش شطاره مش فتاكه ولا شطاره ولا فتاكه لا بالعكس ممكن تبقى نوع من انواع الخيابه بمعنى احنا عندنا ركز انك الاكزامز الاسئله بتتكرر مش بتتكرر هيجي لك زيها ما اقصدش تتكرر بمعنى انت هتبقى هاندل التوبيك وهاندل كل الداتا اللي هي موجوده في الكتاب والكتب الثانيه فانت مش هترجع للكتاب خالص الكتاب اركنه على جنب بعد اذنك شيله في الدرج ما تفتحوش تاني غير للصور فقط للصور فقط لكن الشرح ما تقراش ولا كلمه انا بقول لك ما تقراش ولا كلمه طب النوتس ولا تبص فيها قدامك سورس اسمه كلاسيفايد انت حليته قبل كده وعملت له كوركشن مارك سكيم ده سورس محترم محترم عاوز تراجع اي توبيك من الالف للياء راجع كلاسيفايد تمام كده ده نمبر 1 نمبر 2 اكزامز مش كتيره لكن انتنس يعني مركز على الاسئله كلها بمعنى كل اللي ريليتد للتوبيك احنا راجعناها مع بعض هتلاقي الكلام ده موجود لما نخرج من نهايه الحلقه بتاعت النهارده السيشن بتاع النهارده هتلاقي نفسك فعلا اوير بحاجات كتيره جدا من ديفرنت شابترز بدل ما بنركز على شابتر واحد نراجعه حته حته لا كل حاجه ريليتد وكل حاجه خلاص اتفتحت الدنيا فانا عاوزك من النهارده تستفيد تلقى التوبيك بالنسبه لك سهل هنحل اكزامز انا هحل اكزام اللي هو النهارده اللي قدامكم دلوقتي وانت هتحل تو اكزامز اكسترا علشان السيشن يكون خلصان من هنا ليوم الخميس يوم الخميس هقول لكم هنفتح انهي سيشن تاني انا هحل اكزام معاكم كومبليت من الالف للياء وانتوا هتساعدوني فيه طبعا وانتوا هتحلوا في البيت هومورك والهومورك لازم يتبعت لي ده البلان اللي انا في دماغي بالنسبه لبيبر 4 بالنسبه لبيبر 6 هخصص يوم يعني في ايام هناخد فيها بالاخص هيبقى يوم الثلاث زي النهارده ان شاء الله هيبقى مخصص لبيبر 6 كومبليتلي في الصباح تمام كده ويومين هنخصصهم كده حصص بتاعت يا اولاد يوم الثلاث دي بره كورس خالص دي يعني مني ليكم تمام كده ودي هشتغل فيها صباحا معاكم كل يوم ثلاث لغايه ما يجي وقت الاكزامز خلاص فري كده اهوت والدنيا تكون خلصت ان شاء الله يلا نبتدي بقى نشتغل suggest why it is important انتوا عارفين الفيرمنتر ليه جاكيت الجاكيت ده فور ايه فور ايه يا شباب حازم الجاكيت ده فور ايه regulating of temperature تمام regulate ايه temperature keep temperature constant طيب يبقى ده فور cooling system الجاكيت ده cooling system عباره عن design من pipes تمام كده في water in وفي water e out في water in وفي water e out circulate around the fermenter ويسحب ال excess heat ويخرجها بره علشان مينتين التمبريشر لو في اي ايرور هنا هوت على طول الداتا لوجر يدي الارم اروح بسرعه كتكنيشن او اكسبيرت ابص على ايه سورس اوف ايرور واحاول اعمل له تريتمنت او اعمل له ريبير اوكي انتوا عارفين طبعا كل حاجه كده خلاص بالنسبه للفيرمنتر معروفه ك ك كديزاين اتفهمت بالنسبه لنا ما تنسوش برضو البي اتش ليها مونيتور او ليها بروب والتمبريشر ليها بروب كله متوصل بكمبيوتر او داتا لوجر وانت قاعد على مكتبك كاكسبيرت او تكنيشن او حتى وركر تقدر تفهم في الفيرمنتر امتى محتاج مثلا نيوتريانس محتاج مثلا سي مور كولينج فتقدر تظبط الدنيا تعالوا بينا ادي قال لك ايه فور ايفن اي لفظ اي فيرب بالانجلش ينفع
even a uniform distribution. صح كده؟ طيب ال content distribution of a contents. طب ايه contents؟ microorganisms. ايه كمان؟ nutrients. ايه كمان؟ oxygen dissolved. طيب prevent a settling of microorganisms down a او at the bottom of the fermenter. ما يخليش البكتيريا تقعد تحت. ما يخليش الفنجي والمايسيليوم والهايفي تحت accumulate تحت. لا. كله homogeneously distributed all the time. طيب قالك ايه كمان؟ ده needed the nutrients needed for growth والoxygen needed for respiration. طب ما انت محتاج ما يبقاش فيه inhibition، ما يبقاش فيه stop. انا عاوز endless growth لغايه ما انا اقول كفايه. صح كده؟ طيب البكتيريا can absorb substance easily طالما هي ايه indirect contact نتيجه الستيرنج. انا دلوقتي الاير حواليا من كل حته خلاص اخد الاكسجين اللي انا عاوزه، لكن طول ما حد كابس على نفسي تمام كده وفي layers من البكتيريا above me ده هيحصل ايه؟ انا هبقى away from source of aeration. صحيح انت مدخل اير لكن الاير ده اللي داخل مش قادر يعمل ايه؟ homogeneous distribution او evenly distribution. طيب بكتيريا need oxygen for respiration. كل الحاجات دي تبقى واضحة. أي four statements ينفعك answer. طيب نيجي بعد كده جراف. الجراف ده أي جراف نتعلم منه حاجات معينة. أي جراف يجي لنا خط لازم قسمه من غير ما يقول لك قسمه. هو مقسمه لنا جاهز A B C D. أنت كمان لو جالك جراف معلهوش لتر زي كده في بالك أو حتى بالبنسل قسم السكشنز بتاعته. ايه الملفت للنظر؟ سكشنز الاي دي يعتبر بارت من الجراف، طب بي بارت اخر، طب سي بارت ثالث، كلهم ديفرنت عن بعض وبالتالي ده انت بتعمل ديسكرايب. مع كود داتا معنى نمبر، يعني تاخد نمبر من الواي اكسس ما يناسبها من الاكس اكسس، يبقى دي اسمها كود داتا اكزامبل ريبريزنتيف للريزلتس. ده كله يساعدك انك تلم الدرجات بتاعه السؤال واكتر كمان. طيب samples were taken from the fermenter at frequent intervals and the number of live bacteria was determined. كل مثلا ساعة كل ساعتين كل يوم اخد sample من الفرمنتر اطمن. يعني ممكن يشتغل له مثلا حوالي مثلا نقول اسبوع كامل شغال الفرمنتر ده من غير ما يقف. فانت عاوز تطمن اللي جوه ده شغال ولا حصل له دس ولا ايه بالظبط، فتاخد sample. بتشوف الـ number of live bacteria. حد يقول لي ازاي بتشوف الـ number of live bacteria؟ ازاي بتعد البكتيريا؟ لميس. How can you determine the number of bacteria in certain sample of fermenter؟ هي لميس. ازاي بنعمل count للنمبر؟ طيب انا مش عامل دي موجوده لميس ولا بره ولا ايه؟ اوكي لميس. في السيشن بتاع امس احنا خدنا الكالكوليشن، خدنا الكالكوليشن اوف سامبلز كان عباره عن ايه؟ استعملنا ايه؟ هاي يا شباب تاني يا بنتي اتفضلي. شفنا الكاونت للريد بلاد سيلز، كان في ديفايس كده كان ليه اسم، فاكر الاسم بتاعه ايه؟ كان اسمه، ها حد فاكر يا شباب؟ احمد يوسف. انا مش فاكر بس الديفايس، بس على ما اعتقد ان احنا كنا بنستخدم طبيعه بنعمل ان بي 1 مليمتر في 1.3 ملتبلايد 10 تو ذا باور اوف 8 بكتيريا يعني. طيب الديفايس ده هقول لكم اسمه هيموسايتومتر ممكن، او كالكوليتنج جراد. كالكوليتنج كالكيو كال
Stimulating ion grad. أو هيموسايتومتر. هيمو إيه؟ هيموسايتومتر. الهيموسايتومتر قلنا عليه ديزاين أو ديفايس عبارة عن سلايد اللي إحنا شفناها. سايتو معناها سيل وهي معناها بلاد. يعني device to count the number of cells. معناها كده. أي أني سيلز شفناه أمس للريد بلاد سيلز صح كده؟ وممكن لللايف سيل والديد سيل لو حطيت ستين معينة. وممكن النمبر اوف فانجي. فانجل سيل، ييست سيلز، بكتيريال سيلز. بتشوف الكاونت ازاي؟ بكالكوليتنج جراد. ده كده مايكروسكوبيك كالكوليتنج ايه جراد. وبعد الديليوشن طبعا. طيب اسم الديفايس كالكوليتنج جراد او هيموسايتومتر. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض النمبر اوف لايف بكتيريا مليون بير كيوبد سنتيمتر. انا مش فاضي اعد مليونز لكل كيوب سنتيمتر، لكن اقدر بالديفايس ده اعد او يكون حاجه اوتوماتيك دي تول او ديفايس. طيب تعالوا بينا هنا describe and explain what happens to the number of live bacteria shown in the stages A, B, C, D in figure 1-1. Describe. ايه describe؟ نقدر نقول ايه؟ هي لميس اللي هي مش فاهم حضرتك كده سامعني؟ سامعي كويس. اوكي اللي هي part A is the lag phase. Lag phase تمام. part B is the log phase. بعدين part C is the stationary phase with D is death. عظيم، انت عارفه النيمز بتاعتهم كويس. طيب في النيم ده ايه الديسكريبشن لللاج فيز؟ تقدر تقول ايه؟ ان هو increasing gradually او slowly. يفضل انها تكون ايه slowly، لان واضح الديفرنس slow قوي صح كده؟ يبقى dividing ايه slowly، يبقى هنا نقول dividing slowly. ده description dividing slowly. خدنا several hours حوالي 10 hours ولسه ما اتحركتش من مكانها صح كده؟ يا دوبك سنه بسيطه. يبقى dividing slowly، يبقى هنا slow division. نقدر نقول description slow division of a bacterial cells. طيب ليه؟ ايه الريزون؟ ايه الاكسبلينيشن؟ انت حطيتي البكتيريا في الفيرمنتر صح كده؟ وحطيتي الماجنيتيك ستيرر وقلتي يلا نسمي ونبتدي. ها سميتي وابتديتي، هل البكتيريا على طول تقوم ولا لسه محتاجه وقت؟ محتاجه وقت عشان to get used to the conditions. تمام، get used to the conditions او suitable to conditions. بيسموا الحركه دي acclimatize. لسه بالظبط لما اروح انا مكان جديد انا ما اعرفهوش وابص حواليا بعرف الديتيلز بتاعته قدر الامكان. يعني رحت مثلا شركه او مصنع او مدرسه بقدم فيها شغل مثلا، بعد في الريسبشن بتامل الريسبشن هم حاطين ايه الجماعه دول، واللي داخل والخارج ابص عليه كده اشوف دول ايه التصرف ايه البيهيفير بتاعهم. نفس الكلام البكتيريا جوه الفيرمنتر بتعمل اكليمتايز، لسه بتعود نفسها على المكان، لسه تراي تو ابسورب ريسورسز. يعني تحاول جيت ايه بنفيت فروم ريسورسز. يا ترى عندكم اكل ولا ما عندكمش؟ في يا ترى جلوكوز اللي انا محتاجاه ولا لا؟ حاطين لي نيتروجين ريسورس علشان اطلع امينو اسيدز ولا لا؟ هي بتسال نفسها يعني كده. وهوب لما اطمني تبتدي تقوم تعمل ديفيجن. ده كده ديسكريبشن للتر ايه. واكسبليننج في نفس الوقت، لان احنا قلنا ايه؟ قلنا بتعمل ادجاستنج، بتعمل اكليمتايز مع نيو هابيتات اللي هي فيها داخل الفيرمنتر. بتعمل ابسوربنج ريسورسز. حلو خالص. طب وبعد كده لتر بي. لو قلنا لتر بي ده يمثل ايه؟ ده اللي هو البيرث ريت. تمام، بيسموه لوج ايه؟ لوج فيز. اكسبونشنال فيز. اكسبونشنال فيز معناها الريسورسز هنا اهوت not limiting معناها انها available resources for growth for division for rapid growth and rapid division. يبقى ايوه بابا اتفضلي. هو احنا امتى بنستخدم اللي هي الفريز بتاعت لاج لوج؟
امتى تستعملي الفيز بتاعت لاج ولوج؟ يعني انت اقولها في السؤال يعني في الاجابه يعني انهي جراف في انهي جراف؟ الجراف اللي يعني قدامنا. نوع من الجرافس يعني. اي جراف يجي لنا على البوبوليشن بيسموه بوبوليشن جراف ممكن على الهيومن، بس نيجي عند الهيومن ونسكت، مفيش ديكلاين فيس خدناها قبل كده في سؤال، مفيش جي ومفيش ستيشنري الا اذا كان فعلا الكونتري دي بتعمل ايه ستابيليتي للبيرث مع الديث ريت. لكن بنشوف في الهيومن بوبوليشن على مستوى العالم كله الجراف بتاعها ماشي كده، كان لاج لسيفرال thousands of years، وفجأة كده تمام كده من two centuries ابتدى يحصل ايه log phase exponential phase ده human population. فممكن يجي لك ال population مش للبكتيريا بس، لأي living organism لو جه على human هيبقى شكله مختلف عن كده. وفي الحالة دي هنقول في برضه log phase استمر thousands of years لغاية ما وصلنا ل certain year ابتدى يحصل exponential growth of human بسبب الفود ريسورسز، بسبب مثلا environmental conditions، بسبب الهاي تكنولوجي في الكروب برودكشن، ده كله بيساعد على اللوك فيس بالنسبه للهيومن بوبوليشن. طب بالنسبه للبكتيريا، بالنسبه للفنجس، لا ده في conditions بتعمل controlling factor affecting الفاكتور هنا. هو في حاله اللوك كانت available nutrients و available ايه conditions من pH و temperature وغيرها، صح كده؟ بالتالي نقدر نقول في اللوك فيس البيرث ريت الديفايدنج ريت اكتر من الديث ريت. اقدر ببساطه اكتب الجمله دي ان في بيرث مور ذان ايه ديث، مور ذان ايه ديث. طب ده في الحته فين اللوج؟ طب هنا ها نقدر نقول ايه هنا يا لميس؟ ده ستيشنري. طب ليه ستيشنري يا ترى؟ ايه عشان ال population ما بتزيدش ولا بتقل. انت وصفتيها ستيشنري، هي دي معناها كده صح كده؟ طب ايه سبب الاستيشنري؟ maybe the resources are finished. ممكن run out، ممكن بس دايما تتقالش في الحته دي، لكن نقدر نقول ايه letter C. خدي بالك شايفه الرول ده ايه؟ birth greater than death. طب هنا يا ترى البيرث greater than death ممكن equal؟ equal تمام، يبقى نقول equal هنا equal. طيب هنا بقى في الحالة دي آخر حاجة ها الديث is هتبقى ايه؟ الديث ريت هيكون أكتر من البيرث. بس كده هو ده ايه explaining بتاعك، بس مش أكتر. طب ايه سبب ان الديث أكتر من البيرث؟ في الحالة دي نقدر نقول run out of ايه nutrients، run out of nutrients الريسورسز بقت limited، الريسورسز بقت ايه limited ماشي. ممكن البكتيريا بسبب الهيوج نمبر اللي هم 700 مليون بير كيوب سنتيمتر اوفر كراودنج، والاوفر كراودنج البكتيريا لما تلقى زحمه ومش لاقي ريسورسز ممكن سيكريت توكسنز تموت بعضها. الحته دي شفناها اكتر مع البنسيليوم. امتى البنسيليوم اتحنن علينا وطلع بنسلين؟ امتى؟ لما قللت الريسورسز، لما حرمته ان انا اعمل له اديشن لنيو نيوترينتس، فبص كده حواليه افتكر ان في حد كومبيت معاه، فابتدى يطلع بنسلن عشان يقتل اللي حواليه. انا استغليت الفرصه دي تمام، ورحت وقفت الفيرمنتر وسحبت السوليوشن كله وعملت اكستراكشن لمين؟ للبنسلن. مش دي الفكره بتاعت السؤال؟ الفكره بالبرودكشن كانت ايه؟ فكره ان انا احرم المايكرو اورجانيزم من الريسورسز فيفتكر ان في حد كومبيت معاه انا بضحك عليه عشان يطلع لي بنسلن. هنا نفس الفكره، هنا ليه ديس greater than birth؟ لان بكتيريا الاوفركراودنج ده ممكن يكون السبب في الديث اكتر من البيرث، انها سكريت توكسنز. سكريت ايه توكسنز؟ تعالوا نشوف الانسر. يبقى لما يجي لنا جراف بقسمه سيكشنز من غير ما يقول لي، بيقول لك ديسكرايب، ده جات لي هديه على طبق من ذهب ان انا اقدر اعمل ديسكريبشن كويس بعينيا مع كود داتا من الاكس اكسس والواي اكسس اخد الفول مارك. شوفوا كاتب ايه، كاتب حاجات كتيره جدا عظيمه. شكرا يا ليميس، ثانكس. بص يا اولاد معايا، ها عمل انترودكشن في الاول ديسكريبشن ات ليست تو كوركتلي نيمد فيسز. يعني في كل الديسكشن بتاعك انت هو حاطط لك اي بي سي دي، لو انت اخترت تو
at least two من الفور وتحكي عنهم ممكن any two faces described correctly لازم description correctly طبعا accept A و B و C بدل ما تقول أي A face كأنها level يعني A like face البكتيريا لسه growing لسه dividing slowly the dividing will growing A slowly ليه؟ لأنها بتعمل adjust the new conditions بتعمل absorb the resources ده A B expansional أو log phase the resources are not limiting مفيش limiting factor هنا ده expansional the maximum growth maximum A rapid growth طيب ال birth rate هيكون greater than A death rate يجي بعد كده C stationary ها إيه سبب stationary في equality ما بين ال birth و death آخر حاجة death ها the decline phase decline phase بيبقى death rate greater than ال A growth rate طب إيه السبب C أو D لو كلمنا C عن C و D many bacteria are dying في stationary many bacteria ابتدى الدس يشم نفسه يقول أنا موجود أنا هعمل دس فعلا ابتدى في دس طيب بدل ما كان هنا البيرث متفوق هنا الدس كمان ابتدى يثبت وجوده ففي equality طيب concentration of resources decreases أو decreasing ابتدى كله بيدور على أكل طيب space become limiting حتى ال space becomes limiting آه في overcrowding هيروحوا فين طيب ممكن إيه name toxin building up toxin building إيه up التوكسين ده في الحقيقة لو هو بيتكلم على سؤال بنسيليوم أقول له بنسلين secreted في الحالة دي في المرحلة بتاعت إيه ها مرحلة الديكلاين الهارفست بتاعت البنسلين في سؤال بنسيليوم في وقت الديكلاين فيس في وقت الدس ولا السيشتري ولا حتى اللوج هي سكريت البنسلين تحت ظروف ضغط ستريس اللي هو lack of resources lack of ايه resources واضحة يا شباب؟ طيب عرفنا نعمل description ونعرف كمان explanation لكل item السؤال الأولاني خلص السؤال الأولاني خلص الحمد لله فهمنا فيه بعض الحاجات ربطنا بعض الأجزاء من الكورس بتاعنا state the word equation for photosynthesis نختار بعد أبرار ولميس وأسامة وممكن نختار مريم هيا مريم state the word equation for photosynthesis carbon dioxide plus water gives glucose oxygen تمام carbon dioxide plus water gives glucose plus oxygen تمام ناخد عليها 2 marks كتير قوي لما بيجي سؤال photosynthesis وانا شفت الكلام ده بعيني يعني مش بحكيه من الخيال يعني انه لما بيطلب word في ناس بتكتب ايه البالانسد لازم يتقري السؤال كويس شوف حتى حدد لك ايه وورد يعني لو عملتيها balanced chemical equation هناخد زيرو بالرغم انها صح نعم مثلا انا الحين بكتب لايت وكلوروفيل على ارو عادي ولا عادي خالص وتحط لايت كمان وده صح مش غلط وبالاخص لو قال لك مع conditions وبالاخص ما قال لك ايه مع conditions صح يا اسامه على فكره خليك فري خالص ما فيش حد يقيدك في الانسر مهما كان هو مين بمعنى اللي انت مذاكره وفاهمه كويس حطه وانت مطمن ما تخافش ايه اللي يخوفك حط كلورفيل حط لايت طب المارك سكين مش كاتب ما يكتبش هو مش كلام منزل مش مطالب ان انا احفظه لكن مطالب ان اللي انا فاهمه وتعلمته صح يتحط صح الايكويشن دي عمرها ما تمشي على فكره لو حبيت اقول لك الايكويشن دي ما تمشيش فوتوسنس الا اذا كان في لايت والا اذا كان في كلوروفيل ها ايه رايك ها امال بناخد كيمستري ليه وبناخد ليه ايكويشن حطيت لنا ايكويشن ليه علشان احطها اي كلام لا تتحط صح تتحط فعلا كلوروفيل وتتحط لايت ده الاصح تمام كده طيب ادي المنظر بتاع الجراف تاني Scientists investigated the effect of light intensity on the rate of photosynthesis in the leaves of eucalyptus trees at two different concentrations of carbon dioxide A and B. And then here on y-axis, rate of photosynthesis, but borrow dependent
بيونت، نلاحظ اليونت اللي حاططها الكبيره دي، ولايت انتنسي باربيتري يونتس. قال لك الكي كربون دايوكسيد ات 140 كربون دايوكسيد هنا at 140 parts per million صح كده، وهنا 1000 parts per million كربون دايوكسيد. طيب عندك ايه بعد كده السؤال؟ لو حبيت قبل ما تسأل اعرف الدنيا فيها ايه اعرف، بص يا اولاد معايا بالنسبه للايه ده low concentration of carbon dioxide، بصوا معايا الحته دي كده من هنا، واضح الحته دي فلات، واضح الحته دي لسه increasing او يعني less steeper عن ال 1000، واضح هنا اهوت لو حبينا نكمل هنكمل كده. ده معناها ايه؟ لسه بيعمل ايه؟ increasing للريت، يعني لو عطيت light intensity تاني هيكمل معايا، هيكمل معايا، لكن هنا خلاص مهما عطيت light intensities constant بالخط ده كده. يبقى انا فهمت ايه معنى القصه، معنى الجراف، اعمل analysis قبل ما تسال، مش بعد ما تسال، قبل ما تسال ابقى عارف هو الشكل ده ايه؟ growing لسه increasing ايه؟ the rate of photosynthesis. ها the light intensity was increasing على x axis يقابلها على y axis ايه؟ increasing لل rate of photosynthesis لغاية limit محدد، لغاية انهي light intensity تقريبا نقدر نقول هنا مثلا لغاية النقطة دي، بعد كده في stability. طب الناحية دي لا، في steeper عن ال 140 shift to left وابتدى ايه increasing unlimited لغايه نهايه الجراف، انا مش علاقه بعد كده بايه، لكن لغايه نهايه الجراف كان في increasing. طيب نكمل السؤال هنا، suggest and explain برضه why the scientists kept the temperature of the leaves at 20 celsius while they recorded results. ليه عمل stability او عمل maintain constant؟ احمد يوسف ايه suggest and explain. عشان المستوى التمبريت، عشان الاكسبيرمنت تكون فيه لا مره ثانيه ما سمعتكش. عشان المستوى الاكسبيرمنت تكون فيه اكسبيرمنت يعني ما لا يعني هي اتفضل. واقعد اقول برضو عشان التمبريتشر بتزود الكاينتيك انرجي عند ال المولكيولز، فالانزيمز بتشتغل بشكل اسرع. تمام. طيب تعالى بينا كده نشوف القصه ماشيه ازاي. انت قلت بعض الانسرز ببساطه، هو الجراف ده ما بين مين ومين؟ الخناقه ما بين مين ومين؟ ما بين لايت انتنسيتي وفوتو سنسس ريت، صح كده؟ بس ايش دخل التمبريشر؟ التمبريشر لو دخلت في الموضوع وتغيرت هتغير من كل الجراف. ليه؟ التمبريشر تعتبر اندبندنت فاكتور، انذر اندبندنت فاكتور ذات افكت ريت اوف فوتوسينثيس. ازاي؟ هتقول له التمبريشر انت قلت increasing kinetic energy of molecules of enzymes needed for photosynthesis. كمان المولكيولز اللي هي react together اللي هم مين المولكيولز دول؟ ال CO2 وال H2O اللي قالتهم مريم من شويه react faster في وجود enzymes وفي وجود temperature higher، و react slower لو كان temperature low. ده اعتمادا ان temperature another independent factor must be standardized، must be standardized عشان تعمل experiment صح. يعني كده مالهاش علاقه بالaccuracy، مالهاش علاقه بالreliability، مالهاش علاقه بالprecision of the test، ما ليها علاقه بايه؟ انها must be a controlled. ليه؟ لانها تعتبر factor affecting the photosynthesis. تمام؟ وتقول له ان الخناقه اصلا ما بين مين؟ انفستيجيت ايه؟ خدوا بالكم يا اولاد، انفستيجيت ايه من السؤال؟ انفستيجيت the effect of light intensity. ما قالش light intensity و temperature، ما قالش ومش هيقول. وما قالش effect of temperature عشان تختار temperature، عشان كده هو ثبت temperature constant at 20. واضحه يا اولاد؟
نشوف الانسر هو قايلها ازاي. Temperature is factor, is a factor, independent factor that affects a rate of photosynthesis. Refer to kinetic energy زي ما قال احمد، قال انها increase kinetic energy. طبعا اي temperature في اي سؤال increase kinetic energy على طول انت ومحمد. لمين؟ للانزيمز والمولكيولز اللي هي الرياكتنس اللي هم كربون دايوكسيد ومين؟ والووتر. فبالتالي الديفيوجن، حتى الديفيوجن اوف كربون دايوكسيد تو انتر سيلز اوف ذا ليفز هتبقى فاستر ريت. الانكم والانتري اوف كربون دايوكسيد خلال الاستومات هيبقى فاستر. طيب ايديا ذات تمبريشر از فاريبل ذات شود بي ستاندردايز، مش شود، ماست بي ستاندردايز عشان تطلع اكسبيرمنت كويسه. زي كده. طيب any valid points بأي لغة تقولها لازم الكي ووردز دي تبقى محطوطة معاك. أنا من مارك سكيم فايدته بطلع hints أستفيد منها إن أنا أكون statement. ابني عليه statement، short statement، short English statement بس. زي كده؟ لكن ما تاخدش إنها temperature increase kinetic energy وخلاص. طب لمين kinetic energy؟ طيب kinetic energy يعني إيه؟ carbon dioxide هيحصل له إيه؟ في diffusion، faster diffusion of carbon dioxide. هتلاقي نفسك ساينتفكلي بتتكلم كويس. تمام كده؟ طيب. تعالوا بينا نشوف. نفس الجراف. أي يا بابا اتفضلي. طبعا طبعا ما هي من السؤال ده يا حبيبة اهو. بصي يا بنتي. ها شفت أنا جايبها منين؟ من هنا. صح كلامك أهو. ها هي خناقة ما بين مين ومين؟ ما بين light intensity و photosynthesis. إذا light intensity هو الوحيد ال independent من حقك تغيريه. صح كده؟ لكن مش من حقك تغير أي حاجة تاني. يبقى the only independent factor that needed in this experiment هو عبارة عن ال light intensity. ما تدخليش حاجة معايا تاني. ينفع طبعا. Any valid point معناه أنت حر قول اللي أنت عاوزاه. ينفع طبعا. طيب. من فضلكم لو عندكم printed paper والاكزام قدامكم شخبطوا شخبطوا فين اماكن الانسر، منين اطلع الماركس بتاعتي؟ اطلعها منين؟ منين اطلع الستيتمنتس اللي هكتبها في الانسر؟ شخبطوا زي ما بشخبط كده، شخبطوا. الورق ده ما حدش يستفيد منه بعد كده، يبقى دي سورس لينا في المستقبل يعني لو حبينا نفتكر الذكريات بس مش اكتر. طيب ادي الفكره اهي. ادي السؤال. calculate بقى the percentage increase. احيانا يقول لي في سؤال ايا كان اسم السؤال ايه على اي توبيك برسنتج انكريس برسنتج ديكريس، امتى اعمل انكريس وامتى اعمل ديكريس؟ ايه الرول؟ من غير ما اقرا السؤال كده اهوت، القاعده علشان احسب برسنتج انكريس هي عباره عن الهاي ماينس اللو ديفايد اللو. ده كده بحسب ايه؟ ها طبعا تايم 100% ده كده برسنتج ايه؟ انكريس. خلاص بروز ده عندك لو سمحت من ضمن الرولز اللي بتستعملها. طيب لو حابب برسنتج ديكريس ايكوال ايه؟ ها برضو هاي ماينس لو ديفايد ايه؟ ديفايد هاي تايم 100% يطلع لك برسنتج ايه؟ ديكريس. اتفهمت يا اولاد التو رولز؟ ده اللي هتستعمله. طيب تعالوا بينا كالكوليت ذا برسنتج انكريس ان ذا ريت اوف فوتوسينثيسيس ات لايت انتنسي اوف 1250 اربيتري يونتس. فين ده؟ اللي هو الرقم ده. When the carbon dioxide concentration was increased from 140 up to 1000. فين 140؟ هو ده 140 كان وده 1000. صح كده؟ طيب انا هكبر السكرين بتاعتي عشان نشوف كويس وانا اقدر اشوف معاكم. ها عند 1250 اربيتري يونت من ايه؟ من اللايت انتنسي. خبطنا هنا نشوف الرقم ده طلع كام واحفظوه معايا كده. قبلها بشرطتين، طب كل شرطه تعتبر ب 1 يبقى ده 23. ها معايا 23 ولا لا؟
يبقى الرقم ده 23 احفظوه يا اولادي، مش هقدر اكتب دلوقتي 23. طب اطلع لفوق واخبط نفس المكان، نفس المكان هنا عندي كام؟ عندي 40. يبقى 40 ده الهاي ماينس 23 اللو، ديفايد ايه؟ ديفايد 23 يطلع لك البرسنتج انكريس. اتفقنا؟ نشوف هيعملها ازاي او هنكتبها ازاي. اهي نكتبها دي الهاي ماينس اللو ديفايد ايه اللو، صح كده؟ اكتب له كده، ايه اللي يمنع؟ ده رول، اكتبه ده الوركينج اوت انكريس ايكوال الهاي ماينس اللو ديفايد اللو تايم 100. الهاي مين؟ اكتب له ان جي 40 ماينس 23 ديفايد 23 تايم 100 يطلع لك برسنتج انكريز، هو مطلعها الرقم ده. اعمل له تشيك عليها، انا هعملها علشان لو في ديسيمال اشوف هو عمل ايه. 40 هي هتطلع مش 73.9 73 73 بوينت كام؟ 0.9 exactly 0.9. خلاص يبقى ده راوند اب تو 74، وهو حاطط لك اليونت من عنده زي كده اللي هي برسنتج. بس كده اتفهمت يا شباب؟ ادي الافكار بتاعتنا. ما تستعجلش انك تحل كتير من غير ما تكون مجرد تخليص، انا حليت 20 اكزام. لا مش شطاره زي ما بقول لكم، الشطاره انتوا حليتوا كلاسيفايد، واللي حل كلاسيفايد بامانه، ما ده سؤال كلاسيفايد اتحل قبل كده، مش جايبينه جديد، مش اول مره نتفاجئ بيه. ايه السؤال ده؟ لا اتاخد قبل كده، عشان كده الكلاسيفايد كان كبير حبتين، عشان في الاخر تجني ثماره تبقى فعلا انت فت لتاني مره تشوفه هيجاوب ازاي المره دي. اكيد المره دي هيبقى احسن من المرات اللي فاتت. ها describe the effect of increasing light intensity on the rate of photosynthesis when the concentration of carbon dioxide was 140. The effect of increasing light intensity on the rate يعني x axis when the concentration of carbon dioxide was 140 parts per million. ابص على جراف تاني، اعتقد هو هيجيب لي جراف اهو، ده 140 وده 1000، يبقى ماليش علاقه باللي فوق، ليه علاقه بده بس، صح كده؟ ايه الديسكريبشن؟ ها ايه الديسكريبشن؟ نقول حازم، ها يا حازم معايا، ديسكرايب ذا افكت. And the light intensity can limiting factors at all of them. Then the rate is keeps increasing all over the rate as the graph. We can know values of that light now gets absorbed as in photosynthesis. So, كده لا خالص لي description بس يعني شافوا بعينك تعبر عنه. إيه السبب؟ الله أعلم بيه، ما نعرفش، ما نقولش حاجة. تمام كده؟ ما يتقالش reasoning او explaining، just describe يعني تصدق عينيك في اللي انت شايفه وتقوله بس. تمام كده؟ اللي انت شايفه قدامك يتقال. يبقى هنا هو فعلا the rate of photosynthesis is increasing light intensity، كان في increasing ايه؟ the rate of photosynthesis على طول forever؟ لا ده احنا قسمنا قبل كده الحته دي flat، يبقى لغايه الرقم ده تقول ان هو كان في increasing the rate of photosynthesis، صح كده؟ لغايه الرقم ده. طب بعدها ها ايه اللي يحصل؟ ريتشز بلاتو. ريتشز بلاتو يعني فلات زي ما انتم شايفين كده، يعني مهما عملت مهما زودت لايت انتنسي، تمام كده، مش هيحصل انكريزنج للريت اوف فوتوسنسس. ليه؟ هيصبح هنا هوت ان لايت انتنسي نو لونجر اكتنج اس ليمتنج ايه فاكتور. هو ليمتنج لغايه فين؟ لغايه هنا بس. زيادة اللايت انتنسي كان بتزود الريت اوف فوتوسنس، نقص اللايت انتنس لو مشيت الناحية دي كان بيقلل الريت اوف فوتوسنس. Increasing light intensity في right to right side كان بيعمل increasing rate of فوتوسنس. طب decreasing يعمل decreasing، وده الديفينيشن بتاع limiting factor، وده الديفينيشن بتاع limiting ايه factor. طيب بص يا ولاد معايا، طبعا بناخد كود داتا بالارقام. سوري
اه يا ولاد، rate of photosynthesis increases and reaches plateau. طيب rate of photosynthesis increases until الرقم ده. طب ليه until؟ لان بعدها no longer act as limiting factor the light intensity، وبعدها فعلا constant a rate of photosynthesis. وتقول له الرقم ده، الرقم ده كان يمثله كلات انتنسي 1750، ويمثله كام يا اولاد؟ كريت اوف فوتوسنسز يمثله 25 مايكرومول بير كيوبد، سوري بير سكوير ديمتر بير سكند. ده ريت، واي ريت دايما ريليتد تو تايم. مره ثانيه، مايكرومول بير سكوير ديمتر بير سكند. انا مش هحفظها، انا جايبها من هنا، والرقم اللي انت جبته دلوقتي من هنا. ده يمثل كام؟ يمثل النقطة بتاعت البلاتو، يمثل النقطة بتاعت البلاتو. لازم في الديسكريبشن أي جراف تستفيد من الأرقام الموجودة، وأي تيبل تستفيد من الأرقام الموجودة. دي اسمها كود داتا، كومباريتيف داتا أور فيجرز. Explain the effect of increasing light intensity on the rate of photosynthesis when the concentration of carbon dioxide was 1000. أيوه يا ريم اسمعك. ممكن لو سمحت تقول احنا جبنا الارقام دي منين تاني؟ اهي يا بابا، اهي حاضر. في اي وقت اسالوني في اي حاجه عدت عليكم او ما اتسمعتش كويس، في اي وقت. بصوا يا شباب معايا، هعمل اريس كده اهوت عشان الدنيا ممكن تكون زحمه، وهعمل ماجنيفيكيشن المنظر ده كده. الحته دي انا بعمل سكريبشن، اصدق عينيا محدش هيقول لي. Increasing light intensity accompanied by increasing rate of photosynthesis till here. Till came till 1750. 1750. Hey, increasing light intensity accompanied by increasing a rate of photosynthesis. ايوه. ها up to كام؟ 1750. ايو ايو اليونت بتاعتنا ايو arbitrary unit. or up to كام؟ بص كده امشي كده، مش النقطه دي هي امشي كده horizontally to left. هتلاقي الرقم ده كام؟ 25. ما 25 وصلنا الريت ده فعلا. عند الرقم ده وصلنا maximum rate of photosynthesis. تمام كده؟ كان 25 ايه؟ مايكرومول. ها مايكرومول بير سكوير متر بير سكند. ايه مايكرومول ده؟ عباره عن ايه؟ هو قاس الريت ايه؟ ممكن ريت اوف ريليزنج اوف اوكسجين. الاوكسجين اللي طلع بابلنج اللي طلعت جمعتها لقيتها كام؟ لقيتها عباره عن 25 مايكرومول من الاوكسجين لكل سكوير متر من السيرفس اريا اوف ليفز بير سكند. ده معناها كده. هو قاس الريت ازاي؟ قاس حاجه شايفها بعينه، وشاف بابلز، جمع البابل كفوليوم وشافها بير ايه؟ بير سكند. بير ايه؟ سكند. او جمع البابلز بير سيرفس اريا اوف ليفز بير سكند برضه، ده ريت. ده ايه؟ ريت. يبقى الرقم اللي ده جبناه كده ده اقصى أو maximum light intensity at which rate of photosynthesis reach maximum اللي هو الـ A كام؟ equal 25. صح كده؟ طيب بعد كده هوت after 1750 light intensity no longer act as limiting A factor. مش هتتقال كده، لكن هنا reaches plateau. يبقى إيه؟ with increasing light intensity there is no increase in rate of photosynthesis. أهو no increase. يعني ايه نو انكريز؟ وصلنا عند 25 وسكتنا، اتسمرنا في مكاننا، مش عاوزين نتحرك تاني اهو. يبقى اتكلمت عن الحته دي لوحدها، واتكلمت عن الحته دي لوحدها، وخدت الكود داتا من هنا او من هنا. من هنا او من الرقم ده، بس كده. ماشي يا لميس؟ ماشي يا شباب؟ ها؟ اسئله الجراف دي هدايا بيديها لك تحلها بسهوله. شكرا. العفو يا بابا. Explain the effect of increasing light intensity on the rate of photosynthesis when the concentration of carbon dioxide was 1000. هو مش هيخلص السؤال ده ولا ايه؟ مش هيخلصه، لان لسه في بارامتر بيقول لك الافكت. Explain بقى مش describe. ليه هنا هو عند 1000
كان ستيبر قوي كده بالمنظر ده، مش دي 1000 يا ولاد، دي 1000. هو عاوز بقى اكسبلين الايفكت اوف لايت انتنسي عند 1000، اقول له ايه فيها؟ وقال لك ايه، خد بالك يوز ذا تيرم ليميتنج فاكتور ان يور انسر، لازم تظهر كلمه ليميتنج فاكتور. طب يا ترى في السؤال ده هل اللايت انتنسي اكت اول ذا تايم، اول لايت انتنسيز اكت اس ليميتنج فاكتور؟ اه. ايه السبب؟ اه يا مستر وانت مطمن كده، السبب لسه ستيل انكريزنج حتى عند 2000، ما زال لسه بيرتفع تاني، انكريزز تاني، انكريزنج تاني. واضحه يا اولاد؟ يبقى اللايت انتنسي اكت اس ليميتنج ايه فاكتور، اول لايت انتنسيز. طيب ده معناه ايه؟ يعني ايه كلمه ليميتنج فاكتورز؟ حابب اوضحها لكم يا اولاد بالاكزامبل ده، التوبيك مهم جدا. الليميتنج فاكتورز عندنا انجريدينتس 2 eggs و 1/2 cup butter و 1 cup flour و 1/2 cup milk و 1 teaspoon. احنا بنعمل كيك على الصبح بقى، فعلا بنعمل كيك. الانجريدينتس اللي خدناها من التلفزيون تاني كده، اللي بتقدم البرامج قالت لنا الكلام ده، رحت انا كاتبه في النوتس على طول. تاني يوم حبينا نعمل الكيكه دي. طيب تكفي كام؟ عندنا كام؟ عندنا resources 12 eggs و 4 و 5 و 2 و 8 من كل ingredients. هسأل نفسي ال 12 eggs دول يعملوا كام كيكة؟ 12 eggs divided 2 يعملوا 6، صح كده؟ أهو جابها لك 12 eggs divided 2 eggs per cake يبقى يعملوا 6 cakes، صح؟ طب اسال نفسي برضو ال 4 cups of butter انا محتاج لكل كيكايه 0.5، يبقى 4 ديفايد 0.85 يطلع لك 8، ده يناسبك 8 كيكس. الباتر اللي عندك كافيه ل 8 كيكس. طيب ال 1 flour، طب انت عندك 5 يبقى يكفي 5. طب ال 2 cups of milk وكل كيكه فيها هاف يبقى يكفي 4. طيب 1 teaspoon baking powder انت عندك 8 يبقى تكفي 8، وهنا تكفي 6، يبقى انت حسبت فعلا اللي عندك يكفي كام. بس لازم ده كله ميكس مع بعض، بعد ما تحضر التحضير ده ال 1 كيك لازم ميكس مع بعض. طب انا لو خدت كل اللي عندي في الثلاجه دلوقتي ولخبطته على بعض هيطلع الرقم ده، مش هينفع. او شوف مين اللوست كونسنتريشن، اللوست ingredients اللي هو بيحددني، عندك بس 2 cups of milk اهو، الميلك هو الفاكتور. لازم انزل سوبر ماركت لو انا عاوز اخد الماكسيمم نمبر اوف كيكس اللي هو 8، لازم انزل اشتري ميلك يكفيني 2 cups of milk اكسترا، صح ولا غلط؟ اذا الميلك هو اللي عمل لي ريستريكت الكيكنج ايه بريبريشن، صح كده؟ لازم اشتري ملك جديد، فده هو ليميتنج فاكتور، هو ده الليميتنج. عرفت تجيب ازاي ليميتنج؟ اللي هو الموجود في الانجريدينتس اللي بيخليك ريستريكتد. ريستريكتد يعني قللت النمبر، عمل لك كنترول للنمبر اوف كيك، هو ده الملك. لو انت اتغلبت على مشكله الملك انك تشتري تاني اكسترا، خلاص تقدر تصنع 8 كيكس انت مطمن. لو انت اتغلبت على المشكله دي، يبقى ليميتنج فاكتور معناها ايه؟ بصوا كده، limiting factor something، ادي something اللي هو الملك، present in the environment، present في الكيك او في الكيتشن، in such short supply، in such short supply that it restricts the process. هو ده اللي خليك تصنعي 4 كيكات فقط بدل 8. احنا 8، احنا عاوزين 8 كيكس دلوقتي. دخلت المطبخ عشان تحضري، ما قدرتيش تحضري غير ايه 4 بس. طب ليه عملتي كده؟ تقول الملك كان ناقص، كان ناقص، عمل لي ريستريكت. ادي فكره الليمتنج فاكتور. هنا كان اللايت انتنسي كانت ايه؟ طول الوقت افيلبل، وطول الوقت لو عطيت زياده مثلا بدل 2 كده 2250، ها هيبقى انكريسنج، صح كده؟ طيب 2500 برضه انكريسنج مثلا، الله اعلم، بس انا بقول لغايه هنا على الاقل كان في انكريسنج، ما فيش بلاتو، ما ظهرش بلاتو، هنا ظهر بلاتو. اذا اللايت انتنسي هنا طول الوقت، طول اللايت انتنسي المختلفه كان اكت اس ليميتنج فاكتور، لو زاد
هنزود الريت، لو قل هنقلل الريت، لو مشي كده هيقل، لو مشي كده هيعلى. ده limiting factor. يبقى احنا عرفنا يعني ايه limiting factor. Something present in the environment in such short supply that it restricts life process. The definition ده هتلاقوه في ميري جونز في الجلوسري بتاعها. في الجلوسري في اخر الكتاب هتلقوا ال definition ده. طيب نكمل كده مع بعض. ها light intensity is limiting factor. فعلا. At all light intensity. At all. كلمة all دي مهمة. Because rate of photosynthesis does not level off. ما حصلش flat. ما حصلش plateau. Even at high light intensities. حتى عند 2000 ما زال لسه إيه growing. لسه increasing. Carbon dioxide. Temperature. Chlorophyll. And other factors was not a limiting factor. ما فيش حد limiting. كله زي الفل. كله موجود. الإكز موجودة والملك موجود. Flower موجود. والبيكنج باودر وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. صح كده؟ طيب هنا correct reference to light A energy. Light energy needed for A for photosynthesis activate a process of photosynthesis. هنا light is absorbed by mean by chlorophyll. ده اللي قال عليه اسامه في بدايه السؤال لما قال احط chlorophyll واحط light energy على الارو. اه تحط، هي دي دلوقتي تتقال بصراحه ما فيهاش مشكله. ليه كانت اللايت انتنس مهمه؟ زين كده فاهمين القصة؟ فاهمين يا شباب؟ وإني valid point. فبالسؤال ده احنا رجعنا جزء حلو جدا من الفوتوسينثيسيس جدا من بلانت نيوتريشن في شابتر 6 اعتقد. طيب وده من اهم الاسئلة في الحقيقة. ناخد بريك صغير. cotton GH is grown for the fibers. كان كده for E the fibers. Okay. That form within the fruits after fertilization. الكوتون يا ولاد يعتبر main crop في textile industry. بطلع منه الفايبرز needed for clothing. والكوتون نفسه هو part من الفروت after fertilization. طيب قال لنا هنا ايه؟ fibers from the fruits of cotton plants are used in the textile industry. هذه الفايبرز اهي موجوده فين؟ في جوه الفروت. cotton plants have been genetically engineered to produce a protein that is toxic to the caterpillars of several insects. عندنا في الصعيد لما بيجي يزرعوا قطن، القطن يعتبر summer crop يعني بيزرع في عز الحر. يبتدي في شهر ماي، نهاية ماي وبداية جون نبتدي زراعة القطن، وياخد الشغل بتاعه لغاية تقريبا بداية أكتوبر. تمام كده؟ عقبال ما نعمل هارفستنج. في الصعيد زمان كانوا وإلى الآن القطن بيتصاب ببست، عبارة عن ورم. الورم دي كاتربيلر بتاكل إيه؟ بتاكل القطن نفسه. بتاكل مش القطن نفسه اللي هي الفايبر بتاع القطن، لا انا اقصد البد اللي هيطلع منه الفلاور. خلصت على البدز. خلصت على البد، تخيلوا لما تخلص على البد، البد اللي هيطلع فلاور يبقى مفيش فلاورنج، يبقى مفيش قطن اصلا هيطلع. ده افكت الاي كروب برودكشن. طيب قال لك هنا this gives the cotton plants. طبعا cotton plants have been genetically engineered to produce a protein that is toxic to the caterpillars of several insect pests. This gives the cotton plants resistance to the pests. The cry gene, في جين اسمه cry gene for pest resistance was isolated from bacterium bacillus thuringiensis. البكتيريا دي مشهورة قوي. أنا أفضل تكونوا حافظين اسمها. معلش أول مرة أطلب منكم حفظ نيمينج لكن ده مهم. Bacillus thuringiensis. باخد منها اللتر الأولاني بي كابيتال وباخد التي سمول يبقى بي تي. تمام كده؟ بي تي. نشوف مرة تاني باسيلس ثيروجينيسيس ده اسم بكتيريوم. خدت منها جين اسمه كراي جين. طيب خدته منين بالظبط؟ خدته من البكتيريا الدي ان اي مين كروموسوم اند انسيرتد انتو ذا سيل اوف كوتون بلانتس as shown in figure. جبنا ايه؟ جبنا بلازمت من البكتيريا اهو بلازمت. تمام كده؟ وجبنا جين ده برضه من بكتيريا. انذر بكتيريا. كراي جين. السكشن ده في اجزاء كده هو شكلها غريب شويه زجزاج كده شويه.
طيب خدنا الكرايجين وخدنا بلازمت وحاولنا نعمل انسيرشن الكرايجين جوه البلازمت. طب البلازمت ده اتقطع، قطعناه بالفعل. طب وبعد كده خدنا الجزء ده عباره عن ميكس ما بين دي ان اي ودي ان اي، دي ان اي بتاع بكتيريا بشكل بلازمت ودي دي ان اي ايزوليتد من انذر بكتيريا، يبقى ده ريكومبايننت دي ان اي، ريكومبايننت دي ان اي من تو سورسز اوف سبيسيز، تو سورسز بكتيريا وبكتيريا صحيح لكن تو سورسز. طيب وبعد كده عملت له انسرشن فين؟ جوه بكتيريا اخرى. الكوتون بلانت سيل نوت تو سكيل، فين الكوتون؟ هو في حقيقة لا دي كده مش ما دخلناهوش جوه بكتيريا، دخلناه جوه البلانت سيل، الوول ده بتاع بلانت سيل. وادي بلازميد عملنا له انسرشن غصبا عنه وبليد ان هو انتر داخل البلانت سيل، البلانت سيل بتاعت القطن. اصبحت البلانت سيل بتاعت القطن كلها فيها جين بتاع كراي. الكراي ده بيعمل ايه؟ بيست ريزيستنس. بس ايه ريزيستنس؟ ازاي؟ شفنا المنظر ده اهي، ده البكتيريا اللي اسمها باسيلس سيروجينسيس اهي، ادي البكتيريا باسيلس سيروجينسيس. خدت منها ايه؟ الدي ان اي بتاعها اهو، اسمه ايه الدي ان اي بتاعها؟ جين او بي تي جين از انسيرتد انتو كروب، هو جين نفسه الكراي جين. خدناه كده يعني جين من البي تي، جين من الـ من الباسيلس سيروجينسيس، اسمه ايه؟ اسمه كراي جين على حسب السؤال. خدنا جين ده وعملنا له انسرشن جوه البلانت سيل. تيجي الورم كاتربيلر عاوزه تاكل تموت، يبقى البيست دايز وين فيدنج اون اني بلانت بارت، اي جزء من البلانت هتاكله هتموت. طيب هسال سؤال، السؤال هنا هو يا ترى احنا ليه ما نموتش؟ ما احنا مستنيين ناكل ايه؟ ناكل، لا سوري ده مش اكل بقى، نفترض ده ميز ده كورن، هناكل الكورن. وعملنا نفس التريتمنت، الورم دي بتاكل قطن وبتاكل كمان ميز الدورة الصفراء دي. طب احنا بناكل الدورة الصفراء والانيمال بتاكل الجرين ليفز، لو عندي كاو في البيت في الفارم بتاعتي هقطع لها من البلانت ده بتاكل كروب فور فيدنج، فيدر للكاو، يبقى كله هيموت، الكاو هيموت والهيومن هيموت. لا ما تخافش، البي تي توكسن اللي انا عملت له انسرشن جوه السيلز بتاعتي بلانت سواء ايدبل بيتاكل او بيتاكلش doesn't harm the human، لو الهيومن اكله doesn't harm، ما يعملش افكت في الانتستاين بتاعتنا ولا على الكاو، فقط بس للكاتربيلرز، فقط بس للسبيسيز دي. يبقى البيست دايز وين فيدنج اون اني بلانت بارت. طيب هنا هو لو انت ما عملتش الطريقه دي الورم فرحانه جدا مبسوطه ان ده انتريتد كروب از انفكتد باي يوروبيان كورن بورر، ده الوضع الطبيعي اللي احنا كنا بنعاني منه ان انها بتاكل الكورن. طب السؤال هنا مش على الكورن، السؤال هنا على مين؟ على القطن. ينفع؟ اه ينفع طبعا. تمام كده؟ طيب نكمل كده. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ An enzyme cuts the cry gene from the DNA of B serogenesis. State the name of the enzyme that cuts DNA. ايه الانزيم اللي بقصقص B؟ cuts. ايه الانزيم؟ احمد ماجد، ايه الانزيم اللي بتعمل B cuts لل DNA؟ restriction. تمام، restriction انزيم على طول، ولو حبيت تقول الاسم الاخر قوله، اسمه endonuclease. تمام كده؟ ينفع ده او ينفع ده، بلاش نحطهم هما الاثنين. يبقى نقول restriction enzyme اللي بيعمل cut يا اولاد ده مقص، بيقصقص اي جينوم، اي جين انت عاوزه. القصقصه دي هي طلعت المنظر ده، وقصاصه هنا فتحت البلازمت عن طريق ايه؟ restriction enzyme. state the name of the regions labeled A. ال labeled A هنا هو اسمه ايه؟ ها ايه دي تمثل ايه؟ آه نسأل احمد يوسف. هاي احمد، ها ال A دي تمثل ايه بالنسبة لنا؟ احمد يوسف مريم ها انتوا سامعيني يا شباب ولا لا؟ ايوه ها
بيسموها ايه الحتت اللي كده ينفع تلزق هنا بيسموها ايه؟ ستيكي اندز. ستيكي اندز. ستيكي ايه اندز. يبقى هنا عملنا كات، الانزيم ده بيعمل كات بطريقه زجزاج كده، طريقه غريبه اسمها ستيكي اندز، يعني سنجل ستراندد هنا وهنا سنجل ستراندد، الباقي كله دبل، معروف اي جين دبل يعني تو ستراندز، زي الحته دي بالظبط اهي. طب لما اقص حته من الناحيه دي وما اقصش من الناحيه دي يبقى ستيكي اند، واقص الناحيه دي واسيب الناحيه دي يبقى ستيكي اند، يبقى دي بيسموها ستيكي اندز. طب لما قطعت هنا برضه قعدت ستيكي اندز. الانزيم اللي قطعت بيه كرايجين من البكتيريا اللي هي باسيلا سيروجينيسيس هو نفس الانزيم اللي قطعت بيه البلازميد، نفس الانزيم. ليه؟ عشان يبقى نفس المقاس. ينفع يعمل بيس بيرنج. معروف الريستريكشن انزيمز تتعرف على اماكن في الجين اسمها ريكوجنيشن سايت، بتقطع عندها. عشان كده اللفظ جه اسمه جيناتيك انجينيرنج، زي بالظبط حاجه بريسايز قوي في الكات. كات وبيست، كات وبيست، كات وبيست، كات ريستريكشن انزيم وبيست عن طريق انزيم اخر. معرفش هو يسالني عليه ولا لا. لا ما سالنيش عليه. الانزيم الاخر هيبقى اسمه ايه؟ حد يعرف اللي بيعمل سيكينج؟ لايجيز. تمام كده؟ اسمه ايه؟ لايجيز. يبقى كام انزيم الى الان؟ تو انزيم. فور كات يبقى ريستريكشن انزيم. فور بايند، فور كومبلمنتري بيس بيرنج ما بين الحاجات الكات والكات الثاني، ده لايجيز انزيم. لايجيز ايه انزيم؟ ايه الاجزاء اللي هي سنجل ستراندد الناتجه عن الكات؟ اسمها ستيكي اندز. ستيكي ايه؟ اندز. Explain how the DNA is inserted into the plasmid. ازاي انسر؟ هو سالنا عليها فعلا كده. How the DNA is inserted into the plasmid. نقدر نقول فيها ايه؟ نختار حبيبه. ها يا حبيبه. I'm still using the restriction enzyme, the same restriction enzyme هنعمل قطع اللي هو الكريجين from the bacteria itself. ونفس الريستريكشن انزيم هنعمل برضه كاتنج للبلازميد. بعد كده نستخدم اللي هو اللايجيز عشان نعمل الكومبلمنتري فيت للتو بارتس. وبعد كده نعمل اللي هو ريكومبايننت. يكون ريكومبايننت دي ان اي. تمام عظيم. برافو برافو. اهو المنظر الستيكي ده هيلزق هنا ازاي؟ هنعمل ايه؟ نستعمل اللايجيز انزيم. الاول كات صح كده؟ الكات عن طريق restriction enzyme with the same restriction enzyme بنعمل cut لبلازميد، وبعد كده نعمل ميكس بطريقه معينه صح كده؟ في وجود اللايجيز بيعمل ايه؟ annealing، بيعمل binding، complementary base pairing علشان يبقى recombinant DNA او recombinant plasmid. اتفضل يا ابني. نعمل ريفير ان احنا هنستخدم نفس restriction enzyme مع الاثنين؟ اه طبعا لازم same restriction enzyme same لازم. حتى في الانسر بص كده كاتب لك ايه؟ plasmid is cut with the same underlined يا احمد. لازم، ما ينفعش تستعمل انزيم وانزيم اخر للربط، هو نفس او انزيم لكات حاجه وانزيم اخر لكات حاجه ثانيه. عشان كده نفس الانزيم اللي تستعمله هنا هو تستعمله عشان يدي لك نفس المقاس. يديك نفس complementary base pairing هنا وهنا. عشان كده؟ طيب هنا restriction enzyme cut as DNA to form sticky ends. نتكلم عن sticky ends اللي هي region E. That are complementary to sticky ends اللي موجوده في كرايجين. Refer to base sequence. Complementary base pairing يعني ممكن تقول له A مع T و G مع C. ينفع. زي كده؟ A W معناه any alternative words يعني ممكن من حقك تقول البيس بيرنج انت حافظ ان الـ A complementary مع T و G complementary مع C. تقولها له. Ligase is used to join plasmid and cryogen. وفي الحاله دي انت عملت recombinant DNA. طيب the plasmids containing cryogen are inserted into cells of cotton plants. الحمد لله نجحنا دخلناه جوه cotton plants. Outline how the cells of cotton plants use the cryogen to make the toxic protein. ازاي البلانت يتصرف ويطلع فعلا بروتين توكسيك؟ يعني ده بروتين synthesis. السؤال كده بروتين synthesis نتكلم فيه على ايه؟ هساعدك. المنظر ده نطلع منه الانسر. ادي السيل اهي، هاخد منها الجين خلاص وعملنا ايزوليشن وصلنا للمرحله دي. دي نفترض انها دي بلانت سيل، نفترض انها هي بلانت سيل. ازاي حتى لو ما كانتش بلانت سيل نفترض بكتيريا ازاي تطلع بروتين؟
انت مش حاطط جين ترانسفير جين اهو لونه ابيض كده في البستيكي انس، ادي جين اهو اللي انت زرعته اللي هو كراي. يبقى تبتدي من اللحظه دي الكراي جين يعمل ايه؟ ها عنده كود، عنده كود تو فورم اي توكسيك بروتين، صح كده؟ عنده كود لازم يعمل. حد قال حاجه؟ اتفضلي يا بنتي، علي صوتك او وضحي الصوت شويه. تمام، يبقى بعمل ترانسكريبشن للديزايرد او تارجت جين ترانسكرايبت انتو مسنجر ار ان اي، سنجل ستراندد مسنجر ار ان اي. وبعد كده المسنجر ار ان اي بيعمل له ايه؟ كاري كودون، صح كده؟ كاري ايه؟ كودونز. طيب وبعد كده يبقى المرحله دي ترانسكريبشن، من هنا لهنا ترانسكريبشن. طب بعد كده ايه؟ الام ار ان اي ليف ايه؟ ليف ذا نيوكليس، يروح للسيتوبلازم to be translated by mean. ribosomes. الribosomes تعمل ترانس، ها ترانس ايه؟ translation. يعني ايه translation؟ يعني بتعمل assembly لامينو اسيدز according to codons on mRNA. يعني تقرا المسج، تقرا ايه؟ المسج. تمام كده؟ يعني بتعمل بيبتايد بوند ما بين الامينو اسيدز. ده بروتين synthesis. مش هتكلم عن كل الهيس اللي فوق، هتكلم على فين؟ اللاين ده بس. الديزاير جين بيعمل كوبي من الام ار ان اي ببروسيس ما ترانسكريبشن، لازم تظهر كلمه ترانسكريبشن. وبعد كده ده ليف النيوكليوس ها تو سيتوبلازم. في السيتوبلازم الريبوسوم بيعمل ريدنج، كوريكت ريدنج للكودونز الموجود على الام ار ان اي. وفي الحاله دي بعمل سينثسايز للبروتين. نشوف هو الانسر كتبها ازاي. الجين اللي هو كراي codes for sequence of amino acids in toxic protein. يعني عنده codes، اي جين يا اولاد فيه كود، الكود دي لانجوج خاصه في الانهيرتنس اللي هم الليترز A و G و C و T موجود على الدي ان اي certain sequence. ولما ترانسليتد في الاخر وتطلع بروتين يبقى دي اسمها كود، كود فور ترانسليشن، كود فور بروتين synthesis. دي ان اي او كرايجين is copied transcript to mRNA. يبقى أول خطوة transcription to mRNA. طيب وبعد كده الـ mRNA moves from nucleus، يخرج exit from nucleus، يروح فين؟ للريبوسوم. طيب وبعد كده الـ mRNA ماله؟ passes through ريبوسوم. هو في الحقيقة مش هو اللي passes، ده الريبوسوم هو الـ move along. المفروض الريبوسوم هو move along يا ولد، هو اللي بيتحرك زي عينك كده، هي اللي بتتحرك على الجواب، على الليتر، على الصفحة دلوقتي. هنا كده بتتحرك، الريبوسوم هو اللي بيتحرك. موف along. يبقى عندك هنا اهوت نقدر نقول الـ mRNA passes through ribosome، ribosome assemble amino acids. Assemble ايه؟ amino acids into protein molecules. والريبوسومز ميك بروتين، خلاص؟ طيب البروتين ده هو توكسيك؟ اه هو توكسيك. لو جه بقى كاتربيلر تاكل الليفز او اي بارت هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها توكسيستي ويحصل لها دس. فاهمين يا باشا؟ اتفضل يا طيب مستر. الام ار ان اي هيطلع من النيوكليوس وده يمشي في السيتوبلازم وفي الاخر يستنى الريبوزوم يجي له يعني ولا ايه؟ هو مش هيستنى، انت متخيل ان الريبوسوم ده واحد بس. اولا الريبوسومز ليها اماكن يا احمد كتيره جدا، موجوده فري ان سيتوبلازم، وسيتوبلازم موفبل عن طريق براونيان موفمنت اللي انت واخدها، وكمان فيكسد على الاندوبلازميك ريتيكولم. يعني مجرد ما بيخرج من النيوكليار بور بيقابل الاندوبلازميك ريتيكولم على طول بيلقطه ويعمل له ترانسليشن. ومش هيعمل ام ار ان اي، ده ما عندكش مولكيول واحد بس. تخيل كده الكيت ده اللي انت شايفه عندك منه ثاوثندز خارجين خارجين خارجين، عمال يعمل كوبي كوبي كوبي، دي ان اي شغال كانه فوتوكوبير، فوتوكوبير عماله تطبع لك ورق تك 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 100 ورق في الدقيقه. هو نفس الكلام، بيطلع كوبيز من الام ار ان اي تخرج لمين؟ السيتوبلازم، يقابلها الريبوسومز ترانسليتد تطلع مولكيولز اوف بروتين. سوري يا شباب معاكم. ها المنظر اتكرر تاني. طب يا ترى outline the advantages to farmers
انا عملت الحركه دي، انا كراجل كفارمر استفدت من جينيتك انجينيرنج، صح كده؟ ايه الادفانتج تو فارمرز اوف جروينج جينيتيكلي انجينيرد كوتون بلانت ذات كونتينز ا توكسيك بروتين؟ ايه الادفانتج، ايه اللي استفدته كفارمر لما حصل ديس لكاتربيلر؟ انا فرحت ليه؟ اليلد بتاعك يبقى مور، صح كده؟ ايه الادفانتج؟ فكروا كده كل واحد يقول لي حاجه، ايه الادفانتج؟ increase the yield. increase the yield فعلا، increase the yield. productivity of crop increases. طيب ايه كمان؟ هتبقى more economic. decrease the use of pesticides. decrease the use of pesticides. تمام. انتوا عارفين انا حكيت لكم حاجه في الصعيد لما بنيجي نزرع قطن، كانوا بيأخروا الدراسه، الدراسه كانت بتبتدي مثلا في القاهره هنا او اسكندريه او وات ايفر المحافظات كلها، وجه بحر القاهره ممكن تبتدي بدري في بدايه مثلا نص سبتمبر، هما يأخروها مثلا من نص اكتوبر لاول 11 لاول نوفمبر. طب ليه يا جماعه اخرتوا الدراسه؟ عشان الفارمرز واولادهم ياخدوا اولادهم اللي هم بيدخلوا المدارس والمدرسه لسه ما اشتغلتش، ينزلوا معاهم الفارمر يجمعوا كاتربيلر زي، تخيلوا يجمعوها ويموتوها. The manual eradication of caterpillars. كان بيعملوا كده. طب دلوقتي لما اكون انا زارع فعلا بلانت وبلانت ده جينتيكلي موديفايد، خلاص مجرد ما اطمن لو حصل جروث واديله الاماونت اوف ووتر والنيوترينس بتاعته، انا مطمن ما فيش كاتربيلر هتروح له، واللي هيروح من الكاتربيلر هيحصل له ده. اتفضل يا بابا. لا مره ثانيه يا بنتي. ان التفاصيل ممكن بس حاجه زي الافكار فيه. حاضر، في السؤال ده صح كده؟ في السؤال ده يا بنتي ماشي. الادفانتج للفارمر ان جروينج انجينيرد كوتون بلانتس، ايه الادفانتج؟ طبعا حصل كيلينج كاتربيلرز، يبقى ليس يوز اوف بيستسايدز، مش هستعمل بيستسايدز، ولو استعملت بيستسايدز هستعملها باقل اماونت، يبقى ليس يوز اوف بيستسايدز. طب ما اولا انا البيستسايدز بشتريها بفلوس، طب لما اقلل الاماونت يبقى انا ايكونوميك بالنسبه لي، عملت سيفنج. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، الكروب بتاعي لما اجي ابيعه هبيعه مش اكسبنسيف، هيبقى شيبر لانه ما كلفنيش كتير، صح كده؟ هيبقى مور ايكونوميك. اليلد بتاع الكروب نفسه انكريزز، انكريزنج يلد اوف اي كروب. طيب ايه كمان ممكن يتقال؟ بصوا يا اولاد الصوره دي اخذناها قبل كده وقت الشرح. ادي فرق ما تو بلانتس، واحد conventional normal يعني ومتزرع بالطبيعه الطريقه الطبيعيه العاديه، والثاني genetically modified. هنا requires 6% less pesticides لما استعملت genetic engineer. طيب produces enough calories to feed 88 million people more per year. ده معناه ايه؟ more yield. انت طلعت more yield. البلد كلها طلعت more yield من الكروب ده. طيب produces 7.6% higher yield. زود productivity. increase farmer income. الانكم بتاعي زاد. طب ما دي كلها تعتبر advantage نقدر نقولها في genetic engineered crop. صح كده؟ اهي. طبعا هي ال B toxic او toxic protein kill caterpillars. pests, insect. عمل killing. طب وبعدين higher yield. reduces losses، كان بتاكل البادز بتاعت الفلاور. طيب الانسكت او بس higher quality of cotton، القطن نفسه هيبقى ليه higher quality. انت تعرفوا بجينيتك انجينيرنج دلوقتي اقدر اخلي القطن بدل ما هو وايت اخليه بديفرنت كالرز وكلها ناتشرال، يعني مش محتاج ستيننج. يعني التيشيرت اللي انا اشتريه ايا كان لونه ده اللون الطبيعي في الفيلد في الفار للقطن، من غير ما الونه، من غير ما اعمل له ستيننج عشان الالرجي مثلا، ده كله طبيعي. هنا يوز ليس ايه؟ انسكتسايدز، ليس بوليوشن، ده بقى الانفايرمنت والبلد نفسها، ليس بوليوشن، لان البيستسايدز زي ما انتم عارفين بتعمل كيلينج للهارمفول وتعمل كيلينج لليوسفول انسكت كمان، مش هتفرق. وممكن تعمل ايه؟ ده ممكن تعمل تقلل البولينيتورز بتاعت الفلاور بتاعتك، تأثر على بقية الكروبس الباقية لو انت عملت
production او عملت سبراينج a lot of pesticides or insecticides. Less chance of insecticide resistance. انت كل ما ترش بايروسول ضد الهاوس فلاي مثلا, الهاوس فلاي ابتدت تاخد resistance, تعمل resistance against البيروسول. تمام كده؟ ليه؟ لان خلاص ابتدت تعرف ان ده الكيلر بتاعها. فبتبتدي تطلع جينز او بيحصل لها ميوتيشن عشان ريسيست الايفكت اوف ايه؟ insecticides. يبقى less chance of insecticide resistance لانك قللت استعمال insecticides, قللت استعمال pesticides. Less risk to workers. الناس اللي بيرشوا دول بيرشوا سبراي كده في الجو, صح كده؟ لازم يبقى لازم ماسك وسيوت خاصه بيه, وشفت صور للكلام ده. طب otherwise هيحصل ايه؟ هيحصل ديزيز, هيحصل الرجي, ممكن lead to death بالنسبه له, في توكسيستي عاليه عليه. Any valid point تتقال؟ ده كده السؤال. اخر حته عشان اسيبكم للكلاس بتاعكم, اخر حته الجينيتك انجينيرنج انا بستفيد منه في ايه؟ بص يا ولاد, الجين اللي انا هنقله جين فور هيومن جروث هرمون. شايفين ادي الجينوم بتاعي انا كهيومن سيل هيلثي وعندي نورمال جروث ريت, فالجين بتاعي هيلثي. هعمل له كات بريستريكشن انزيم ايكو ار 1, ده اكزامبل بريستريكشن انزيم. شايفين هو مسك الجين من الطرفين راح مقصصه, عطى السي كي اند سنجل ستراندد. الفكره هنا في السي كي اند انها سنجل ستراندد, سنجل ستراندد يعني تقدر تعمل كومبلمنتري بيس بيرنج مع حد تاني سنجل. هجيب البلازميد بتاعك من البكتيريا اللي عاوز تحط فيه جين ديزار جين, برضه تعامله بنفس الانزيم. بص المقاس برضه السي كي اند اهي, صح كده؟ سي كي اند اهي, جبته منين؟ جبته من هنا بكتيريا سيل. وادي ايه؟ وادي بلازميد. حط ايكو ار 1 راح مقصص لك كده سي كي اند اهي. مع السي كي اند هنا عملنا ريكومباينيشن, دي ان اي ريكومباينيشن, زرعناه جوه بكتيريا حطيناه جوه الفرمنتر يطلع لك جروث هرمون, او جروث هرمون كجروث هرمون كيميكال او جروث هرمون جين. تاخد الجين تستعمله في الاي في اف للامبيريو اللي هو متوقع ان الولد ده او البنت دي تبقى دوارف. انا حليت مشكله الدوارف, الدوارفيزم عنده ازاي؟ عملت له انسيرشن لهيلثي جروث هرمون. جبته منين؟ جبته بجيناتك انجينيرنج. طيب نفترض فلت مني الولد ده, اتولد بالفعل وكبر لكنه لسه الستاتشر بتاعته شورت دوارف, عالجه بجروث هرمون نفسه ككيميكال كميديسن, ده الفايده بتاعته. يبقى استعمله لاما جين ثيرابي لاما ايه, استعمله كتريتمنت. كتريتمنت جين ثيرابي بيقضي على المشكله بتاتا تماما, لكن الجروث هرمون لحد اصلا شورت بحاول اساعده انه يطول شويه. زي ما قلنا كده في الميديسنال يوز بتاع الجروث هرمون هي نفسها الانسولين, هي نفس الفكره, هي نفس الفكره, مش هقول جديد. اخر جمله بس هقولها, ان بعد ما حطينا الريكومبايند بكتيريا دي جوه فيرمنتر اهو, البكتيريا تقدر تصنع هيومن انسولين. اعمل له ايه؟ اعمل له اكستراكشن, بيسموها حاجه اسمها داون ستريم بروسيسنج. داون ستريم بروسيسنج يعني تاخد الفيرمنتر كونتنت وتعمل فلتريشن للمايكرو اورجانيزمز, هتبقى ريزيديو فوق, وتاخد الفلتريت تعمل اكستراكت للانسولين. تمام كده؟ وتعمل دوزنج, تشوف الدوز بتاعته كام وتعبيها فايلز علشان ايه؟ فور سيل. تمام كده؟ فور سيل. او تاخد الجين نفسه الهيومن انسولين جين. تمام كده؟ تعمل له كات من كل البكتيريا اللي جايه من الفيرمنتر وتستعمله في الجين ثيرابي علشان تو افويد ديزيز عند اليونج. ده برضه بالاي في اف قبل ما ازرع يا ولاد الامبريو داخل اليوترس, اكون عملت انسيرشن للديزاير جين اللي انا انتجته بجيناتك انجينيرنج. مفهوم يا اولاد؟ كده خلصنا اعتقد ريفيجن على البايوتكنولوجي, ويمكن كمان على جيناتك انجينيرنج من خلال كام سؤال دول, وجزء كبير من فوتوسينثيسيس واجزاء كويسه مش وحشه. المره الجايه ستيل في نفس الاكزام ده هرجعه لكم مع اكزام اخر وهزود الريت شويه. المره الجايه يبقى يوم الخميس ان شاء الله. هكتفي بكده عشان وقت الانجليش عندكم او الكلاس اللي عندكم. وقولوا لي برضو انطباعاتكم ايه عن طريقه الريفيجن, هل مناسبه ليكم دلوقتي بالطريقه دي ولا غير لطريقه اخرى؟
هل البلان دي ماشيه معانا ولا لا، عاوز حريه في الكلام، عاوز الناس تعبر وتقول انا مناسباني الطريقه دي هنشتغل بيها، او مش مناسباني ممكن المستر تضيف لنا حاجه تاني نعمل حاجه تاني. انا معاكم، اوكي انا معاكم، من حقك تتكلم تقول اللي انت عاوزه. اوكي صحيح انا دكتاتور في بعض الحالات، لكن احيانا بحب ان يناقشني يعني. اوكي يلا جود لك وربنا معاكم، نكتفي بكده. عندكم اي سؤال؟ الاكزام الاكزام ده لسه ما خلصش، في ثلاث اسئله خلصوا فقط، بس ثلاثه كانوا ريش سبلاي، رجعنا اجزاء من المنهج حلوه قويه. تمام يلا استغلوا الفرصه تراجعوا الكلام ده كويس وتحلوا الاكزامز كهومورك قبل يوم الخميس، تكونوا عندي بالليل الاكزامز بتوع بيبر 6 تو اكزامز وبيبر 4 تو اكزامز. انتوا شطار قدها وقدود. يلا جدع سلام يا شباب، جود لك، باي باي، سلام يا سلام، مع السلامه.